مواجهة أرسنال أمام نابولي، وهي دي القمة والنهائي المبكر في الطريق إلى باكو، وهو الملعب اللي هيستضيف أو عاصمة أذربيجان اللي هتستضيف المباراة النهائية لليوروبا ليج. أرسنال أمام نابولي في مباراة قوية جدا، فياريال أمام فالنسيا، وأيضا بنتكلم على مواجهة أسبانية خالصة ما بين فياريال وفالنسيا. أما بنفيكا هيلاقي فرانكفورت، وفرانكفورت بعد المفاجأة القوية اللي قدر أنه يطيح ويقصي فريق إنتر ميلان من دور 16 في الدوري الأوروبي. وأخيرا طبعا سالفيا براغا هيلاقي نادي تشيلسي. سالفيا براغا امبارح نجح في مباراة درامية أنه يخرج نادي أشبيلية في الوقت الإضافي الثاني في أقل من 5 دقائق في مباراة، يعني فعلا اللي ما اتفرجش على المباراة دي فاتوا كتير جدا جدا من العزيمة ومن الإصرار اللي موجود في نادي بينافس بشرف في بطولة قوية لا تقل أهمية عن بطولة دوري الأبطال، اللي موجود فيها أكثر من نادي يقدر ينافس على اللقب. أرسنال يقدر ينافس نابولي وأيضا تشيلسي، وبنتكلم على فالنسيا أو فياريال، فبطولة أيضا قوية جدا جدا جدا.